للمعالي والقمم يكون نداؤنا، ونهتف لن نسلب في الحلم حقنا، فمن الظلام الدامس نخلق نور سبيلنا، فليس لعجز الحروف بالأفواه معيق لمجدنا. نسير وإن عرقل العز خطواتنا، نقول نحن بنا في عناد في ثبات، نرسم في سماء المجد وردا طيبا كي نرتقي كي ترتقي. لن نخسر وإن تعبنا، وقفنا كي نكون لغيرنا عونا ودرعا، تركنا العجز ورددنا بصوت صادح إعاقتنا طاقتنا فلا نقبل منا. فرددنا وما زلنا، حطم جدار الصمت مصدق لا تهب، لا تقل صعبا بل افتح كل باب. عبرنا حدود الصمت كي تصل الرسالة، نحن الأمل وعن إنجازنا فلتسل. في مبدأ الشفقة، يعني إنه كفيف، لا يعني إنه أعفي ما أعفيهوش من الامتحان، لا هي كانت القضية أصلا ما هي شفقة، كانت قضية تعاون، وين ما في إمكانية بساعد بساعد، بس في النهاية الأساسيات المطلوبة منك مثل غيرك تكون مطلوبة. إنه الكلية بصراحة حملت هم قضية التوظيف، يعني إنه شو بده يصير بتوظيف أكرم بعد ما يترك الكلية، سواء منحة، دراسة، توظيف. فالدكتور يعني محمد عمران الله يسهل عليه، دكتور ناصر السعفين، يعني سألوني قبل ما اتخرج بشهر تقريبا انه شو ممكن نسوي، كيف ممكن انت، وين الافق تاعك كتوظيف كعمل كدراسة. فشرحت لهم الموضوع انه ممكن يكون فيه صعوبات، فبصراحة تعاونوا مع بعض التكاتف في الكلية، بعرفش بالضبط من هم، ورفعنا كتاب لجهات معينة في وزارة التربية ووزارة الشؤون. الحمد لله يعني تخيل بعد التخرج بشهر تم توظيفي بدون امتحان وبدون مقابلة، بسبب بصراحة يعني بسبب انه توصية من الكلية كانت. ففي نهاية العام قدموا امتحاناتهم عن طريق الايميل، يعني الاستاذ ودى لهم الاسئلة، قعدوا على الاجهزة ودوا عبوا الأسئلة، طبعا جاوبوا عليها ورجعوها للأستاذ على الإيميل. حبينا إنه خلص الكفيف شوي يعني يطول حاله عشان ما يتغلب في المدارس العادية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الطالب إبراهيم رزة من مخيم الأمعر مدينة رام الله، بدرس في الكلية الجامعية للعلوم التربوية. أنا نجحت في توجيهي بعد يعني دراسة وجهد الحمد لله، وكان توفيق من الله، جبت معدل 82. أنا تخصصي أساليب تدريس لغة عربية وتربية إسلامية سنة ثالثة. أنا يعني الحمد لله أنه وصلت لهذه المرحلة بعد كثير من التحديات والصعوبات، ولكن الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى دائما يعطينا بعض الأشخاص وبعض التسهيلات
أول شيء بتوفيق من الله عز وجل، ثم بجهود بعض الأشخاص المهتمين والمبادرين، يعني أمثال يعني إدارة الكلية الحمد لله يعني وجه الشكر يعني لها، والطاقم التدريسي الذي يعني بوفر الجهد لأنه يساعدني. إن شاء الله بقدر أنا من خلال هذه المهنة السامية أن أقدر أفيد أبناء شعبي وأبناء مجتمعنا، وأحبب اللغة العربية لأطفالنا. يعني كمان برضو أنا بحب أحكي إنه من الأشياء اللي كتير ساعدتني كتير ساعدتني إنها تكيف، وساعدت تكيف مع الكلية والوضع تاعي زملائي، يعني عن جد زملائي ما بقصروا وبحاولوا يعني شتى طرق يساعدوني، والحمد لله يعني بنحاول إنه نتكيف مع الوضع اللي بنعيش فيه، إن شاء الله نصبر ونتطور، وبرضه فيش شيء مستحيل صار بوقت نهار. الشكر فصيح عبارات بوفاء مني نبضت أقلام جهان جهان.